غيب الموت في الساعات الماضية الفنان المصري والمخرج المسرحي الكبير عبد الرحمن الشافعي والد الفنان أحمد الشافعي، وتوفي الراحل عن عمر نهز 83 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض وفق ما أفادت به نقابة المهنة التمثيلية المصرية. وقد أعلن الخبر الفنان أحمد الشافعي وذلك عبر حسابه بالفيسبوك، حيث أعاد منشور شقيقه الناقد المسرحي الكبير محمد الشافعي واللي كتب وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي عبد الرحمن الشافعي. تقام صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الحصر بمدينة 6 أكتوبر، نرجو له الدعاء بالرحمة والمغفرة. بينما كتب الفنان أحمد الشافعي وقال: البقاء والدوام لله، والدي العزيز عبد الرحمن الشافعي. كما أعلن أيضا الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهنة التمثيلية عن وفاة المخرج الكبير وموعد ومكان الجنازة. وقد نعى الفنان الراحل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وزملائه أيضا، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان. كما نعته أيضا الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وقالت أن فن المسرح فقد أحد فرسانه ورواده. وقالت أيضا أن الراحل من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأضافت أن أعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصري الخالص، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. ويعتبر المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي من أهم المخرجين المسرحيين في مصر، ويعتبر أيقونة للمسرح الشعبي، وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة في تاريخ المسرح العربي، من بينها ست الحسن وهنا القاهرة وشفيقة ومتولي وغيرها الكثير من الأعمال الفنية. كما حصل أيضا على جائزة الدولة التشجيعية عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان.